دكتور محمد عبد الفتاح، يعني يتساءل أنصار التكنولوجيا عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب، يعني تطبيق تقنيات تكنولوجيا التعليم عن بعد، هل تتفق مع هذا الطرح؟ حضرتك دايما وأبدا الاختراع وليد الحاجة. نعم. احنا لو لم نتعرض لهذه المشكلة كان هنوصل للتحول الرقمي أكيد. يعني كان كل الدول العربية هتوصل، ولكن هتوصل على مسافات بعيدة. ولكن وجود جائحة كورونا أصبحت فرض، وفرض أساسي لابد أن نستخدم التحول الرقمي، فهنا هي عجلت باستخدام الدول للتحول الرقمي. فأنا شايف أن أي حد هيقف ضد هذا التحول الرقمي أو هيقف في طريقه لا يمكن هيكون له مكان، لأن إحنا يعني رضينا أو لن نرضى العالم كله عبارة عن قرية صغيرة. النهاردة تقدر بدوسة زر تقدر توصل لأي حاجة أنت عايز توصل لها، تقدر توصل إليها. ما لم يكن لديك القدرة على هذا الوصول أنت خارج هذه القرية الصغيرة، فبالتالي أصبحت شيء مهمل أو عنصر مهمل من إجمالي القرية الصغيرة وهو العالم كله التي تتعمل في التحول الرقمي. الفترة الجاية أنا شايف في تحول رقمي ليس في مجال البيزنس فقط أو مجال الأعمال فقط، ولكن في مجال النقدي. النهاردة في نقود مش عارفين الفترة الجاية هيبقى فيها إيه، قد يكون ليس وجود حديث عن نقود بلاستيكية، مش بلاستيكية بالعكس، ده فيها البيتكوين والعملات الغير ورقية، العملات الإلكترونية. يعني ممكن تلاقي نفسك أنت بتتعامل بعملات إلكترونية غير ملموسة، مش موجودة في إيدك. فبالتالي التحول الرقمي سوف ينال وسوف يصل إلى كل كبيرة وصغيرة في حياتنا اليومية. سوف تختفي مجموعة كبيرة جدا من الوظائف وتخرج مجموعة تانية من الوظائف، وعلى كل دولة أن تحجز مكانها في الخسارة في هذه الوظائف بشرط أن يكون أقل الخسارة ممكنة، وفي المكسب هو أن يكون أكبر عدد من الوظائف من نصيب هذه البلد أو نصيب شباب هذا البلد، لأن من لم يحجز مكانه في التقدم لن يجد له مكانا في المستقبل.